السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. النهاردة الحلقة التانية عن ريفيو القلاية الكهربائية بتاعتنا. طبعا انا كنت بالفعل متبلة فراخ عشان ان شاء الله نقليها فيها. تعالوا كده نشوفها مع بعض ونشوف انا تبلتها ازاي. طبعا دي الفراخ يا جماعة فعلا كنت متبلها بالفعل، بقالها حوالي دلوقتي ساعة في التتبيلة. زي ما انتوا شايفين كده، دي فرخة كاملة مقطعة الصدر على 4 والفخدة على 2، الدبوسة والحتة اللي بتبقى العريضة لفوق دي. طبعا يا جماعة التتبيلة بتاعتنا بتبقى عبارة عن بصلة صغيرة مش كبيرة يعني، وقرن فلفل حراق، وده اختياري يعني، اللي عايزها تبقى سبايسي. انا حطيت قرن احمر حراق جدا ومعاها قرن فلفله حلو يعني، عادي يعني مسكر. وطبعا البهارات بتاعتنا بهار فراخ، دي بنجيبها يا جماعه من عند العطار، بتقولوا له انا عايزه بهارات فراخ هعمل بها كنتاكي، هو بيديك نوع البهار يعني اللي انت طالباه، في منها سبايسي وفي منها بارد. ده ده البهار البهار يا يا لكم. جماعه الكيلو منه احنا جايبين يعني ايه الحبة ده، هما يا جماعة ب70 جنيه، لان هو غالي جدا زي ما انتوا شايفين. والله انا من عارفة هو كان جايب يعني المقدار قد ايه، بس هو قال لي الحبة اللي هو جايبهم ايه ب70 جنيه. طبعا انا عملت منهم حوالي 3 مرات والنهاردة الرابعة. طبعا بحط يا جماعة ما بنكترش يعني، بناخد معلقة اكل كبيرة على الفرخة. طبعا فرخة متوسطة الحجم، وكل ما تكون فرخة كبيرة بتزودي نسبة البهار شوية. وطبعا ملح وفلفل وكاري وبابريكا وجنزبيل بودر، بودرة يعني، وايه تاني، وكباب صيني وكزبرة ناشفة. وطبعا بنلخبط كل الحاجة دي مع بعض مع عصير ليمون يا جماعة وخل، وبنضرب كل الحاجات دي في الكبة مع بعضها، وبننزل بيها على الفراخ بتاعتنا وبنحطها. يعني ممكن حضراتك ممكن تعمليها من بالليل، تجهزيها من بالليل، او تقوم الصبح تعمليها زي ما انا عملت كده، وبتسيبيها لحد ما تيجي تستعمليها علشان تكون اتبلت كويس. طبعا كل البهارات اللي احنا حطيناها يا جماعة في التتبيلة على الفراخ دي بنحطها على الدقيق، لازم كل البهار اللي احنا حطيناه في تتبيلة الفراخ بنحط منه في الدقيق اللي احنا هنقلي بيه الفراخ. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه، ده الدقيق بتاعي عامله كميه كبيره، ده حوالي كيلو دقيق. حطيت عليه الملح المناسب ليه. طبعا الفراخ كل ما تكون ليها حدق ظاهر سنه بتبقى احلى. وكل البهارات زي ما قلت لكم ان احنا اللي احنا حطيناها في الفراخ بنحطها في الدقيق، مع زياده كمان حطيت حوالي 3 معالق كبار من النشا عشان تبقى كريسبي اكتر. تعالوا بقى ان شاء الله نشوف الطريقة ازاي مع هنبدأ بعض. شغل فيها يا جماعة. معايا هنا ازازتين زيت جديد، يعني اول استعمال ليه. هفرغ الازازتين كلهم، هظبط درجة الحرارة بتاعتي على 160 في الاول كده اهو. شوف كده 160 اهو يا جماعة، 70 ان شاء الله. اول ما اشتغلت يا جماعة، اول ما ظبطنا التايمر بدأ الزيت بتاعنا يسخن اهو على درجة 160. وزي ما قلت لكم اللمبة دي بتاعت التشغيل على درجة حرارة الزيت، واللمبة دي ما طلعتش خضرة، طلعت لونها برتقاني، واحدة برتقاني وواحدة حمراء اهي يا جماعة. لما يفصل معانا على درجة الحرارة 160، احنا عشان طبعا احنا عايزين الشبكة لما تنزل تتغمر في الزيت، ما ينفعش تبقى يعني ربعها او نصها، لازم تتغمر في الزيت علشان يدينا النتيجة اللي احنا عاوزينها في التحمير. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة انا زودت الزيت بتاعي. ما تحاولوش يا جماعة ان انت ايدكم تمسك الحلة خالص، لانها طبعا بتبقى سخنة جدا. وعليت درجة الحرارة بتاعتي على 170. طبعا زي ما انتوا شايفين هي شرط زي الساعة بالظبط، فاحنا بنظبط درجة الحرارة بتاعتنا على 170، دي اللي هنقلي عليها الفراخ. وطبعا هوريكم انا عملت ايه. عرفت المعيار الزيت بتاعي كويس لما
لقيت الزيت يا جماعه الثلاث ارباع الصندوق بتاعي او الشبكه بتاعتي اللي هنقلي فيه، وما نكترش عن كده يا جماعه، لانه طبعا احنا عارفين لما بيجي يقلي الزيت بتاعنا بيغلي وبيفور، فما يطفحش مننا بره القلايه بره، فنخلي بالنا من الموضوع ده. انا هشيل الحوض بتاعي اهو الصفة عما الزيت بتاعي يوصل درجة الحرارة، ونبدأ ان شاء الله نجهز الفراخ بتاعتنا ونرصها في الشبكة بتاعتنا. وزي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعة احنا بنجهز معانا مية بتلج، مية سقعانة بتلج، هوريكم الوقت دي احنا بنعمل بيها ايه. دي ضروري جدا في الفراخ، لازم يا جماعة تكون درجة المية 5 مئوية، ما تقلش ولا تزيد عن كده. ومعانا الفراخ والدقيق جنب بعض اهو، هنبدأ شغل ان شاء الله. طبعا يا جماعه احنا هنصفي الفراخ كويس قوي من الميه بتاعه التتبيله، ونبدا نحطها معانا في الدقيق. طبعا بنحطها قطع متفرقه في الدقيق، ما ينفعش تكون فوق بعضها عشان تتغلف كويس قوي بالدقيق زي ما انتم شايفين كده. طبعا زوجي اللي شغال وانا بصور زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. طبعا الاجنحة دي يا جماعة انا فتحها من جنب العظمة بحيث ان هي تتشرب ويبقاش في اي دم او اي زفارة في جنب العظمة، وبعد ايه ساعة ما نيجي ناكل يعني. زي ما انتوا شايفين دي قطعة من الورك، شايفين احنا بنحطها ازاي في قلب الدقيق يا جماعة مش فوق بعضها، وهنوريكم برضو. طبعا كل حاجة لها صنع يا جماعة، كل حاجة لها طريقة، ما ينفعش ابدا ان احنا نعمل بطريقه غلط عشان ناخد باذن الله نتيجه يعني ايه بتاعت المحلات باذن الله. وليها طريقه برضو في تقليبي في الدقيق يا جماعه مش اي كلام. طبعا هي بتتقلب 10 7 10 في الدقيق، هوريكم ازاي 7 10 7 10. مش كده؟ لا شغاله. طبعا يا جماعه زي ما قلت لكم لازم نشيل كل التتبيله من على الفراخ، نشيلها خالص والميه. طبعا زوجي بيقول لي ان احنا هنحط كل كميه الفراخ في الشبكه، لان الشبكه واسعه يعني وتاخد كميه الفراخ كلها، هي فرخه صدرين وفخدين كيلو وربع، ما تزيدش عن كده الفرخه عشان تبقى سهله ان هي تستوى بسرعه. وايه وانا مقطعاه قطع صغيره يا جماعه بحيث ان هي ايه تبقى سهلة السوى، تبقى يعني حلوة مبقاش فيها دم من جوه وكده. هنقلب بقى كده يا جماعة زي ما انتوا شايفين طريقة التقليب، هنقلب بالطريقة دي 10 تقليبات في الدقيقة يا جماعة، من تحت لفوق، من تحت لفوق كده بحيث ان هي الفراخ كلها تتغلف كويس جدا. بعد ده بحمزة كده ايه يعني 10 وايه والسبعة التانيين بقى ايه. لفينا الطبق يا جماعة للجنب التاني، وهنلف الدقيق بتاعنا في الفراخ 7 مرات. او لما تحس خلاص ان هي تغلفت، بس هي يعني ايه اقل حاجة 7 مرات، ممكن تزيد ايه مرة او مرتين، فانت تابعة مع شغل ايه اللي في ايدك وشايف الدنيا ماشية معاك ازاي. هنبدأ بقى نشيلها ننفضها من الدقيق ونحطها في المية اللي بتلج. هنبدأ بقى ننفضها من الدقيق يا جماعة كويس قوي، طريقة سهلة وبسيطة والله يا جماعة مفيش فيها اي حاجة يعني، ونحطها في الشبكة او المصفى اللي احنا هننزلها في المية اللي بتلج. انتوا شايفين بيحطها في المصفى والزيت بتاعنا شغال بيسخن زي ما انا قلت لكم، ظابطين درجة الحرارة على 170. طبعا لما بنحطها في الزيت يا جماعة في القلاية بنظبط التايمر بتاعنا او منبه او اي حاجة على 14 دقيقة، مدة سوى الفراخ 14 دقيقة. ولازم تدوروا في الدقيق كويس يا جماعة قبل ما تبدأوا ان انت تبلوا الفراخ بالماء السقعانة، تدوروا لو في قطع فراخ مستخبية كده في الدقيق، وناخدها على طول يا جماعة وننزل فيها بالمية اللي بتلج لما تتغمر كلها يا جماعة كده بالمية المتلجة زي ما انا قلت لكم كده. ولو في حاجة مش واصل لها مية بندخل لها مية ان شاء الله بايدينا او بمعلقة او باي حاجة، يعني المفروض يعني ان تغرق في قلبها بس بقى ايه ما يهمش بقى ايه نتصرف.
لازم تلف اللفه كده يا جماعه عشان ايه تتخلخل الميه كلها في قلب ايه الفراخ، قلب الفراخ، ونصفي كويس جدا عشان ما يبوظلناش الدقيق اللي عندنا. ونبدا كده يا جماعه ننزل بيها على الدقيق تاني بشويش كده، كل ده والزيت متولع عليه لحد ما يوصل لدرجه الحراره اللي احنا ظابطينها ليه. دي طبعا دي الفرخه كلها يا جماعه، هنحاول كده نفككها ونغمرها بالدقيق تاني. زي ما انتوا شايفين كده بطراطيف صوابعنا يا جماعه، مش لا بمعلقه ولا بنرجها في الدقيق، بطراطيف صوابعنا كده علشان يعني تتغلف كويس. ولما نيجي يا جماعه نرصها في شبكه الاليه يا جماعه، بنراعي ان احنا بننقي قطع الفراخ اللي فيها العظم نحطها تحت، نرصها تحت، واللي هي تبقى الصدر بنحطها فوق، لان طبعا العظم بيبقى يحتاج سوى اكتر من اللي هي القطع اللي هي بتبقى لحم بس. فعلشان ايه نضمن باذن الله ان هي تكون مستويه كلها، نرص الحتت اللي فيها عظم تحت والفصوص فوق. زي ما حضراتكم شايفين لمبه الترموستات بتاعنا فصلت اهي، يعني الزيت وصل معانا لدرجه 170. هنبدا ننزل بالفراخ على طول ان شاء الله. طبعا زي ما انتم شايفين كده يا جماعه لازم نصفي الدقيق اللي فيه خالص الزياده خالص، زي ما انتم شايفين ما يبقاش فيه اي دقيق زياده عليه، علشان طبعا الدقيق ده لما بينزل في الزيت اصلا بيتحرق وهيبوظ الزيت. شايفين يا جماعه الفراخ اصلا شكلها كنتاكي من قبل ما تتقلى، مورقه ازاي، جميله ازاي، ما شاء الله مفيش فيها يعني خدعه ولا اي حاجه زي ما الناس فاكره. يا جماعه ننزل معانا بالفراخ هات القلايه زي ما قلت لكم، الحتت اللي فيها عظم تحت والكسوف او اللحم اللي من غير عظم فوق. نوزع كويس، ونوزع في السلكه بتاعتنا كويس قوي. طبعا نشغل الصفات معانا، زي ما قلت لكم بعد ما نخلص رص الفراخ خالص يا جماعه بنظبط معانا الموبايل او تايمر او اي حاجه على 14 دقيقه، تبقى كده الفراخ بتاعتنا خلصت وتبقى جاهزه للاكل على طول. زي ما انتم شايفين يا جماعه هي شغاله اهي في القلايه، وظبطت تايمر المنبه بتاعي بتاع الموبايل على 14 دقيقه زي ما انا قلت لكم. وجماعه القلايه دي مش بتاخد 3 لتر و300 جرام زي ما هما بيقولوا، دي اخدت مني 4 كيلو زيت علشان يوصل يعني زي ما انتم بالمنظر ده. يعني انا عملت زي ما هما قالوا، لقيتها لا لسه ناقصه زيت، فزودت كمان بقيه الازازه زي ما انتم شايفين كده. اما تخلص بقى ان شاء الله يا جماعه، زي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعه احنا طفينا عليها القلايه، زي ما انتم شايفين الزيت طرطش اهو. طبعا يا جماعه احنا كنا ظابطين درجه الحراره على 170، ولكن بعد 3 دقائق او 4 دقائق من القليه لاحظنا ان هي بدات تتحمر وتستوي، فاحنا قللنا درجه الحراره على 160 دقيقتين، وبعدين كملنا بقيه السوى على 140، علشان انا قلت لكم ان احنا نسيبها 14 دقيقه على درجه 170 لا هتتحرق مننا. فطبعا احنا اول مره نستعملها والحياه تجارب، فزي ما قلت لكم هي، وشوفوا معانا الفراخ من جوه مستويه وبيضه ومفيش فيها دم زي الفل. طبعا زي ما احنا شايفين احنا زي ما انتم شايفين معلقينها على الرف بتاعها، زي ما قلت لكم بتصفي زيتها خالص، ومجهزه لها كمان مناديل المطبخ نحطها عليها برده بحيث ان هي اي زيت زياده ينزل منها باذن الله. شايفين لونها رائع ازاي، ان شاء الله انتظرونا بعد ما تصفي الزيت. وده شكل الكنتاكي بتاعنا بعد ما خلص يا جماعه، نزلته على مناديل عشان اي زيوت فيها تمتص. و شايفين ما شاء الله التتبيله او الغلاف اللي عليها ناشف اهو ما شاء الله.
وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة، ويا رب تكون الحلقة عجبتكم ونالت رضاكم، وما تنسناش وفاء دعائكم الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.